السلام عليكم، كيف تما؟ لاباس بخير؟ مزيانين الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم فيديو، بزاف ديال الاخوات سقسوني واش هاد المرمه هذه ساعدتك في الخدمه بزاف، واش هي مزيانه واش مش مزيانه. يعني احنا ما زعمناش باش نشريوها، قلنا الحاجات اللي عجبتك فيها والحاجات اللي ما عجبتكش فيها باش نشوفوا حنايا واش نقدروا نشريوها ولا لا. المهم اول حاجه وثاني حاجه كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، وفرحانه بزاف علينا نوصل 100,000 بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالتشجيعات ديالكم. دابا ندخلوا للموضوع. هذه هي المرمه اللي شريتها، انا شريتها من علي اكسبريس، وصلت لي حتى للدار. ما بقيتش عاقله، ما كذبش عليكم، ما بقيتش عاقله على الثمن ديالها، يمكن 130 درهم ولا 140 درهم غير هكذا، والله ما بقيت عاقله. المهم صراحه ماشي غاليه. هذه هي المرمه، ها هي ملي كتجي تجلس كتعمل الفخطه ديال رجلك على هنايا وكتخدم بها عادي، يعني هادي كتقد تطلعها وتهبط. شوفوا ها هي، ها هي، يعني كتحكم تينا في العلو كيف ما بغيتي. هادي كتعوجها، بغيتي تخدم هكذا، بغيتي تخدم هكذا، بغيتي تخدم بالمقلوب. شنو هو الحاجات اللي ما عجبونيش فيها؟ الحاجات اللي ما عجبونيش فيها هو هادي ما خصكش تحركها بزاف، الا تحركتي راه داغي تعوج. ها انا الاولانيه انا نوريها لكم، ها هي تهرست لي هنايا، ها انتم كتشوفوا تهرست لي، فعملتها في موضع اخر، وها انتم كتشوفوا الشقه. يعني ما نلق فاطن ونجلالب والحاجات ثقيله راه ما كتصلحش، كتصلح الحاجه خفيفه، كتصلح يعني جلالب تكون شي زواقه خفيفه باش تكون يعني بياسه ثقيله وتعملها كامله هنايا، راه ما تشبرش هاد المرمه هادي. انا علاش كنقول لكم هكذا؟ لان كاين الناس اللي عتجيهم 130 درهم شي حاجه يعني غاليه ما يقدروش عليها، وكاين اللي عتجيهم مزيانه رخيصه. انا قلت لكم على حسب التعليم راه مزيانه. انا صراحه عجبتني الظهر ديالي كيبقى شويه مستقيم عوض ما كنبقى حانيه، ولكن يعني بس تخدموا بها صعيبه، لان دابا مثلا هذه البياسه ديالنا خصنا نعملوها بهذه الطريقه هذه، ها هي بهذه الطريقه هذه، نزيروها هنا هكذا. ما خصناش البياسه ديالنا تبقى ثقيله لانها تثقل على هذه المرمه هذه. كيف ما قلت لكم من التعليم حتى النصارى او يعني الاجانب بصفه عامه كيعملوها، التعليم كيعملوها في الظروف التوابات صغارين، ما كيعملوهاش بحال اللي حنايا كنعملو بياسه طويله، قفطان طويل ديال العروسه او جلابه ديال مليفه ثقيله، فهذا عيتثقل على مرمه. اللي باغا تعلم يعني وعتعمل فيها حاجه تخفيها فين راه بامكانها يعني عتبقى على مده طويله، اما اللي عتخدم بها الحاجه ثقيله فما يمكنش يعني عتدوم لها مده طويله. كيف ما قلت لكم انا يمكن شريتها والله ما بقيت عاقله 130 درهم 140 درهم غير في هاد الحدود هادو، ما بقيتش عاقله، وصلت لي حتى الباب ديال الدار. شريتها من علي اكسبريس بكارتة ديال البنك بطبيعة الحال. المهم هذه هي المرمة ديالي، وهذا هو الفيديو ديال اليوم، لان بزاف ديال الاسئله كانت كتجيني على هذه المرمه هذه، وكان عندي شغل ما كنتش كنقدر نجاوب، وهذا هو الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا، وعندي النول كبيره اللي باقا ما فتحتهاش اللي جاتني كادو، ان شاء الله هنفتحها نشاركها معكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.